صح؟ هي هي عجبتني بس اني اوفر هذا اتوقع كله يعني بيشونه هم هذا كله للاسف. انا اتاسف منهم، انا اسف، احنا اسف. السلام عليكم. اول شيء تقدرون تقولون نعيما. نروح لبروفة الحفل الحين، عندنا بروفة والحفل ان شاء الله بكره باذن الله. ثاني شيء، في موضوع بنتطرق له الله يسعدكم. السناب الجاية بنخش فيه دغري. الموضوع ما فيه الله يطول عماكم. قمت من النوم لقيت الدنيا مقلبة على تغريد، مو بتغريدة، رد انا رده. أنا بتطرق لكذا شغلة، وكلامي ما هو بتبريد، كلامي رسالة للناس الواعية، الناس العاقلة. أنا ما عندي خلاف ولا مشكلة من الناس اللي ينتقدوني أو استنكروا ليش خلف كتب ذا الكلام، بكونها إعلامي ومشهور إلى آخره. ما هو إنك تتجنب ذا الشيء، يمكن أغلبهم بعضهم يقولها من باب محبة فعلا، ناصح الخلف ما يبي خلف يعني يدخل بخلافات ومشاكل، وبعضهم لا كره ولا محبة لكن بعد ناصح شخص واعي. رسالتي لهذول الناس، ما هو بالناس اللي مع الريحة، اللي مع الريحة هذول بيروحون مع الريحة. شفت أنا بعض الردود ودخلت بعض الحسابات وقريت تغريدات وعرفت مضمون الحسابات اللي تكلمت. أغلب الموضوع ما فيه الله يطول عماكم. قمت من النوم لقيت الدنيا مقلبة على تغريد، مو بتغريدة، رد أنا رده. أنا بتطرق لكذا شغلة، وكلامي ما هو بتبريد، كلامي رسالة للناس الواعية، الناس العاقلة. أنا ما عندي خلاف ولا مشكلة من الناس اللي ينتقدوني أو استنكروا ليش خلف كتب ذا الكلام، بكونها إعلامي ومشهور إلى آخره. ما هو إنك تتجنب ذا الشيء، يمكن أغلبهم بعضهم يقولها من باب محبة فعلا، ناصح الخلف ما يبي خلف يعني يدخل بخلافات ومشاكل، وبعضهم لا كره ولا محبة لكن بعد ناصح شخص واعي. رسالتي لهذول الناس، ما هو بالناس اللي مع الريحة، اللي مع الريحة هذول بيروحون مع الريحة. شفت أنا بعض الردود ودخلت بعض الحسابات وقريت تغريدات وعرفت مضمون الحسابات اللي تكلمت. أغلب المهم شفت الحسابات وقريت محتوى الحسابات ومضمونها، وإذا عرف السبب بطل العجب. كنت مستغرب أنا من تكبير الموضوع والتصعيد الزايد، لكن أنا اكتشفت أنها أحقاد كانت خامدة وحيت أنا اليوم. الله يجعلها دائما إن شاء الله للأحقاد. والله ما قمنت وما أعرف، لكن أبعلمك، أنا معك معك لأن تقتلت الشخص اللي على خطأ، تكلمت على الشخص اللي تكلم خطأ، أو مثلا سب شخص تحبه، هاجم شخص تحبه. رد عليه كل اللي بتقوله، لكن شخص كفى خيره وكفى شره معك، بنقول انها اخطأ او كان مخطي في كذا شغلة، خلاص الى متى؟ الى نقول لك اخطأ في كذا شغلة، بس خلاص الرجال كفى خيره وشره. استغرب من كمية الحقد اللي متولدة في بعض الناس. كيف عايش انت بكمية الحقد هذا، بكمية الاستشفاء هذا؟ الى متى الى متى؟ خلاص هاجمته، كان على خطأ، انت تشوف انه على خطأ، هوجم الشخص، حصل اللي حصل، خلاص كبه خيرا وكبه شرا. تلحقه لبيته، تعال لبيته وطعنه طعنه طعنه، قل هو شو قالك؟ والله لا هو بيهودي ولا انت بيهودي. اقول ذا الكلام وادري ان بعضهم من صغر عقله بيقول الا يهودي من زود الكره اللي فيه. خلاص يا مسلمين اعتقوا الناس. انا يا خلف اقرب شخص لمحمد بن منصور، بنكون صريحين، في امور اسويها انا ما تجوز لي، وفي امور انا اسويها برضو ما تجوز له. انا ماني مأيد على اللي انا عندي قناعات وعنده قناعات، يمكن يشوف في موضوع انه صايب، انا اشوف انه خطا. الخطا انا ماني بأيده فيه، اللي اشوف انه خطا يمكن هو يشوف صواب وهو فعلا صواب، ما ادري انا. لكن بيكون الرجال يكون على صواب ويكون كافي خيره وشره، خلاص الرجال بيعيش
خل الناس تعيش تلحقه تكتب كلام إلى متى؟ إلى متى؟ أكيد بكل كلامك برضو ردة فعل من الشخص. يعني أنت كانك تشوف أن الشخص اندفاعي ومهاجب ويعني اللي تفكره، ترى هذه الأشياء هي اللي تسببها. طبيعي أنها بتصيد. لا صار رجال كفا خيرة وكفا شر، صد منك وصد من موضوعك، صد باللي تتشجع وصد تلحقه تقول ذا الكلام. لا هنا أنا بوقف لك، لا خلاص طش خلاص. إلى متى؟ صدق والله إلى متى؟ ذبح أحد من أهلك، قذف أمك، قذف أبوك، اجلس أنت تفكر بينك وبين نفسك، أنا ليش أحمل كل ذا الحقد اللي ما هو مخليك تعيش ولا هو مخليه يعيش؟ خلاص أخطأ، رد عليه في الخطأ. الرجال في صواب، خلاص كفى خيرك وشره، ماك في شرك، الله يشغلك في نفسك. أنا تعرضت من هذا الهجوم، يعني أمور غير مبررة، تغريدات غير مبررة، هجوم ودك تدخل ودك تمسك راعي الحساب تقول له تعال وش فيك؟ أنا وش سويت لك؟ ليه يا غبي؟ ليه الكره هذا؟ يا أخي أنا ما عندي مشكلة أنك تكرهني، أنا مشكلتي معك أنت. أنت ليش تحمل نفسك كل هذا الكره وكل ذا الحقد وكل ذا الطاقة السلبية من العدم؟ هذا الأشخاص لا والله بنقول لها وقفوا، لا بنقع معها. وما ذا الأشخاص لا بالله برد عليها، ترى تغريدتي عادها موجودة ومقتنع فيها. هذا الأشخاص لازم نقع معها خلاص. أنت عندك مشاكل قديم وحقد قديم وجاي تستشفي ذا الحين. لا وقف، خل حقدك من حقدك فنحرك وطش. حاول تلها في نفسك، الله يشغلك في نفسك ويشغل كلهم في نفسه. شفت موضوع استفزك، موضوع تشوف انه مو بصح، موضوع تكلم فيه، تكلم معك الحقية كاملة، انا بأيدك. لكن في موضع خلاص طلعنا من احنا يا ما صدقنا على الله نطلع من المواضيع والخلافات والمشاكل اللي تضيق الصدر، تروح تعيدها 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 مرة ومرتين. ليش؟ لمتى؟ لا يوم القيامة ننتظر لمتى؟ خلاص تب كلامك هذا. ومثل ذا الأشخاص لا بالله برد عليها، ترى تغريدتي عادها موجودة ومقتنع فيها. هذا الأشخاص لازم نقنعها خلاص. أنت عندك مشاكل قديم وحقد قديم وجاي تستشفي ذا الحين. لا وقف، خل حقدك من حقدك فنحرك وطش. حاول تلها في نفسك، الله يشغلك في نفسك ويشغل كلهم في نفسه. استفزك، موضوع تشوف تعيدها تعيدها، كلامك هذا هو اللي بيولد ردة الفعل اللي أنت تصيح منها واللي أنت تهاجم عليها. جربك في شغلك بس وشوف كيف الناس بتتحسن. ترى طبيعي ان التراكمات وضيقة الصدر تولد هجوم تولد صدامات. انا ماني ابرر تصرف احد ابدا، انا اكثر شخص والله لو انه اكبر اخواني على خطا اقلها بسط، ماني متكلم الموضوع ماني متطرق لك، ماني بايد على خطا. يعني تخيل انت اللي تسمعني انك اخطيت مره مرتين 20,000 مرة اخطيت ولقيت جزاك على خطاك اللي يمكن انت تشوف انه صح. توضيح والله اني ما اتكلم بلسان احد، اني اتكلم بلساني انا وبمنظور اللي انا اشوفه. تخيل انك خلاص قررت تعيش، تكفي خيرك وشرك يلحقونك. الناس اللي هاجموك ما خلوا فيك ولا كلمة عادهم، ناس ما تشبع من الحقد، ما تشبع من الكره، ما تشبع من الاستشفاء، ناس كذا هم جبلوا. اكيد انها بيجي لها ردة فعل عكسية حتى لو الحق معك. اذا ربي سبحانه اللي خلقنا وخلقك اكرم مني واكرم منك يغفر الخطا، من انت يا العبد الضعيف اللي تحمل كل ذا الكره وكل ذا الحقد وتقعد؟ خلصنا لا متى؟ خلوا الناس تعيش. اسفين على الاطاله، شكرا لكل من نصحني، شكرا لكل من نصحني. جاني ناس واجد قالوا احنا في تغريدتك ترى كلامك ما يصلح، انت اعلامي واو الى اخره. بيض الله وجهكم، والله اني مقدر واللي ينتقدوا بكلام يعني
استنكار بس من انها جايت من الاعلامي. سمعت الكلام اللي قلته والكلام لكم انتم يا الناس العاقل، هم الناس الله يستر علينا وعليهم. ولكن تغريدتي انا مقتنع فيها قناعه تامه، مقتنع في تغريدتي قناعه تامه. والله يجزانا وياكم كل خير وشكرا لكم، بيض الله فيكم ودعكم. على كل حال الله يسعدكم، انا رايح لبروبه الحفل، الحفل بكره ان شاء الله، ويمكن افتح سبيس الساعه 11. حياكم خصص له مناسب للمحبين، والله انا نحتاج بيزود على كل anyway. احسوكم اقدم خريج ما بعد وصل جاني الحق، بس قسم بالله احرج، والله احرج كذا جايني يباركون لي يا ربي يخلي محبة الناس. والله انا اللي يقول سكنا انا كان اجيب العلم. اين الثمر وطاب القطر. الحين بيجي كلمتي صالح اليامي مدير الاعداد قسم الاعلام. خويا والله نبدا يا ولد، والله نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه ما ادري صور ذا السناب، لكن ابي اشارككم بعض الشعور اللي احس فيه. اقسم بجلال الله اني مبطي من نشوه الفرح والسعاده هذه. نادر نوب عشان التخرج وان الشغف ميت، بس ما ادري كذا سعيد، سعيد ليه ما ادري. انا وجدتني كان الوضع عجبني. ادري الله يستر مني. المهم كانهم وجدوا، والله الله يرتب ان شاء الله. على كل ما افتح سبيس